بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم؟ كلكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده عندنا جوله في ظل التوفير جده السعوديه. هتلاقوا بقيه لينكات الحلقات بتاع نفس المكان تحت في صندوق الوصف. ظل التوفير في شارع الامير محمد بن عبد العزيز المتفرع من شارع الامير ماجد في جده. ادي اليافطه بتاعته من بره، ده شكل المحل من بره. دلوقتي هندخل جوه ونشوف. ديت الواحده ب25. حلوة الخامة، حلوة والدهان معقول كويس. هو كريستال دي القطعات، دي 15 ريال بس، دي اللي بتتعلق على الحيطة. دي كلها ديكورات المطبخ. دي حافظة أكل في 10 ريال. دي 5 ريال البونبونيرة دي. ده ممكن طبق تورته او طبق تقديم ب10 ريال. ده 18 ريال برضو. هنا دي 5 ريال، حلوة يعني تنفع طبق سلطة جميلة دي، يعني مش بومبونيرة، تنفع طبق سلطة، بس طبق سلطة شيك يعني. في دي بقى الحاجات دي اللي بالشيالة بتاعتها، الحاجات الحلوة الأصلية دي ب47 ريال. دي برضو طبق شوربة كده او طبق تقديم مع ده الصوص. ده قسم الترامس اهو، كلها مثلا في الاربعينات كده. ده جميل قوي. بكام ده؟ 15 ريال. تصدقوا ده 15 ريال؟ يعني ده 15 ريال. تحفة تحفة. ستانلس حلو. هنا ده 10 ريال، ده 23، مش عارفة ليه. هو بيبقى طبعا حسب النوع والخامة اللي جوه. ستانلس ولا لأ؟ ده 42، 44. ده كام ده؟ بس بصوا متطبق يعني، شفتوا بقى؟ هو يعني الشكل حلو انما متطبق، انما ده عاجبني قوي. ده تحفة، عاجبني. ده تحفة ب15. هنبص عليه من جوه كده. هو يعني من بره ستانلس، بس ستانلس ضعيف بيتطبق، ومن جوه مش ازاز. دي اللي هي الترامس بتاع القهوة العربي، بس ده تحفة ب52، بس جميل تحفة وتقيل على فكرة. والخامة الفضي دي جميلة يعني، ده الصراحة يستاهل ب52. جميل. 57 حتى، في مكتوب 52 تقريبا، اللي ب57 ده أكبر شوية. ده ب52 برضو اللي فضي كله. ده 65 اللي عليه ورد. ده 46 الذهبي فضي. رجعنا بقى للرفايع بتاع الحاجات دي. ستاندس اصلي، حلوة نظيفة يعني تستاهل. واحدة ب5 ريال، حلوة. دي حاجات تجيبيها ب5 ريال، تستاهل ال5 ريال فعلا يعني. وفي حاجات لا، ما تجيبهاش ب5 ريال ولو بريال حتى، لانها تبوظ وتصدي وحشة. رميت الريال او ال5 ريال صورة يعني، مش كل حاجة يعني. دي جميلة حلوة، قطعت تورتة وبيتزا. كل دي حاجات ب5 ريال. المعالق هي اللي ب10 ريال بس، حلوة يعني. مش حلوة طبعا يعني، مش اصلية، بس تقيلة برضو يعني حلوة. في حاجات بتبقى خفيفة خالص، صاج دي حلوة وعليها برضو هي نقشات وما بتصديش. انا جبتها وما بتصديش، جبتها منهم. كل دي ادوات مطبخ يعني. بس الجزء بتاع البراريد ده 23. حاجات حلوة يعني، ان هي مش ده اربع يعني. ده الوحش، ده وحش هيصدي. ألمونيوم على فكرة، بس ألمونيوم خفيف مش هيصدي ولا حاجة، بس خفيف وحش. ب14.
ده ب50. دي بقى حاجات يعني، بص في كل حاجة، في الحلو والغالي والوحش. ده ب42، ده ب42 حسب الحجم. ده 52 بس استانلس اصلي. البراد ده تقريبا بحاجة ب70، بس حاجات استانلس اصلي، اصلي خفيفة شوية بس استانلس اصلي. عايز اشوف الكوب كبير بكام. ده تقيل يعني، ده ب50، ده 50 وجميل على فكرة، ودي جامدة. والبلاستيك ده من النوع اللي هو مش هيتأثر بالحرارة. ده جميل ب50. يبقى صواني التقديم العربي دي، مش عارفة المطلي ده ما بحبوش. هنا أشكال وألوان البراريط بقى، وأغلى حاجة هي ب50. في أنا شفت حاجة ب75 بس مش عارفة. دي حاجات الخزف بقى، ده 10، ده 10 كبير حلو، كبير طبق شوربة كبير حلو. ده بتاع المكسرات ده 7، جميل برضو حلو. ده 10 السمكة دي، أنا بيعجبني ده بقى. ده 10 طبق مكسرات، كل دي حاجات مكسرات ب10. شوفوا ده ب2 ريال. دي 5، دي 5 حلوة. دي البولات الصغيرة دي ب3، كل ده بيخش الفرن يا جماعة. دي 6 طبق، ده 6. دي ميلامين ب12 ريال. دي حلوة، دي ب5 ريال. والله دي حلوة ب5 ريال، يعني دي تستاهل 5 ريال. دي 15 بورسلين بتخش الفرن. دي ميلامين، الميلامين نضيفوا كل حاجة. أنا كنت جايباها من ريب تاج، بس الملونة كمان الحمرة بتاعتها كانت ب12 ريال، فدي هنا ب10 ريال اهي. جبتها المربعة منها. كل ده من مين؟ ده جميل، ده 14 ريال. الحاجة اللي تعجبني غالية، معناها ان الحاجة اللي هي يعني الغالية، الحاجة الحلوة غالية. حاجة كل حاجة وقيمتها. ده طبق تقديم كبير، ده 10 خفيف مش حلو. ليه ب10؟ ده 15، ده حلو بس 15 مش رخيص. ده 6، ده اللي هي ده ملامين، هو ملامين نوع حلو بس الحاجات يعني. ده ب5 صغير، صغير خالص اهو. ده ب4، ده ب7 الوسط منه. ده مقص ب5 ريال. مقصات السمكة ايه، الواحد ب5 ريال. مقصات دي حلوة على فكرة، يعني المقص ده جميل، جميل فعلا يعني، عندي وحامي وما بيبردش. فوق الكبش كل اي حاجة ب5 ريال اهي. كل الكبش وطقم التوزيع الميلامين اي ب4 ريال. الحاجات دي ب4 ريال. والأكبر شوية ده الميلامين، ده ميلامين المسفر شوية، ده نوع أنضف شوية ب5. ده ب5، ده ب5. دي أطباق صغيرة يعني مش كبيرة. بس الطبق ده جميل يعني، لما اشوفه كده بكام؟ ب18، بس جميل قوي، كبير كبير خالص يعني، حلو يعني ب18. بس ملامين حلو، النوع ده من الملامين حلو. لما نشوف كده صنع فين.
not for a microwave. ده مكتوب عليه ان هو مش للميكروويف. not for a microwave. العيشة مية في المية ميلامين تايوان. دي أطقم سعرها معقول شوية، صيني أو خزف بأربعة ريال، يعني النوع دوت اللي هو اللون الأزرق ده أرخص شوية من الحاجات التانية اللي احنا شفناها. ميد إن تشاينا ده 7 ريال. البولة دي ده 5 ريال. دي حاجات ايه رخيصة بقى، 5 ريال. صواني التقديم يعني ده شكله حلو اوي اوي. ده هي الصينية حلوة. تهمة بكام بقى؟ 30 ريال. دي حلوة والله، دي تحفة جميلة. الأكبر شوية ب40، بس حلوة والله تستاهل خالص. انا مسكته وشكله استنلس وكل حاجة ومش هيصدي، بس خفيف يعني. بكام دي؟ مش مكتوب، مش مكتوب، بس خفيفة. فرانك بيني دي تقيلة حلوة، دي تقيلة وكمان الدهن بتاعها شكله كويس. بكام؟ مش عارفة ليه مش كل حاجة مكتوب عليها. دي ب33، دي ب33. دي برضو عجباني وتقيلة، 30 برضو. اهي هي برضو كبيرة خالص من دي اللي هناك كانت ب33. شوف الكبيرة بكام، دي 45. ده حلو، شكله حلو بس خفيف، خفيف عامل زي الصاج كده. انما هي ب40، بس واضح ان هي استنس. بس الاسود دي اللي فيها اسود دي جميلة، خامة وتقيلة، جميلة جميلة. دي بكام؟ ب30 والله. دي تستاهل، دي تستاهل يا جماعة، تقيلة حلوة جميلة تستاهل، وشكلها حلو والخامة حتى الستانس دي تحفة اوي، تحفة فعلا يعني. هي الايد بس اللي ضعيفة شوية، هي المفرغة دي. هو بس الذهبي ده مدخلينه في كل حاجة يعني، ده مش حلو. بصوا دي رقيقة اوي، شكلها بقى برضه تقلها حلوة اوي، مكتوب عليها ويلكم حلو. دي ب25. دي انا بجيب لكم سعر اللي بيعجبني. في بقى الحاجات اللي هي بتاعت الجماعة السعوديين، دي ب80. تاني دي ادوات، دي اطقم التوزيع بقى الالومنيوم ب8. انا شفتها في حتة تانية كتير ب5. الحاجات دي كلها ليه ب8؟ دي ب8 ليه؟ ب8 في ب5. مش عارفة ليه نفس الحاجة ساعات يبقى مكتوب عليها رقمين. دي ستانلس اهو، حاجة ستانلس، دي شكلها ستانلس نظيف. دي ب7 حلو، ستانلس نظيف. صواني الستانلس بصي دي ب15، بس خفيفة مش تقيلة يعني، 15 كبيرة دي 15، بس ستانلس بس خفيف، ستانلس وكل حاجة بس خفيف. ب2 ريال. ده ب5 ريال، ده ب5 ريال، دي ب5 ريال. أنا لما بقول مثلا ده رخيص وده غالي بالنسبة لسعره، يعني مش غالي يعني، وسعرت حاجة ب100 ريال بس هي تستاهل سعرها. حاجات الخشب